يعني متعلمة معدتهم، مرات يتغدون يعني يتريقون ما يتغدون يتعشون، مرات ينام بالعشاء يتريقون. احنا العراق احنا بلد النفط، تحكين صدق يعني يومين؟ يعني والله ما اعرف شو اقول لكم. مشاهدينا الكرام، خلونا نشوف اليوم مالك العراقي يربح الفلوس على مدوم زينب وشنو يقدر يسوي. يلا مالك، يلا الخاطر زينب، مالك يلا مالك مالك. اول $50 ربحت ويانا اختنا وامنا ام زينب. مالك دبايك دبايك مالك. اخطر مرحله هاي. لا لا ما اتفقنا هيك. ان شاء الله هذا المبلغ تقدرين تستفادين من يمه. هذا المبلغ مقدم من قناه زاكروز الفضائيه.